مرحبا بكم يا أعزائي، كيف حالكم؟ هل تتذكرون إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم صحيح، كانت مصر، صحيح؟ واليوم سنسافر إلى دولة جديدة وهي دولة اسمها كينيا. سنسافر إلى منطقة يسكن فيها شعب الماساي داخل كينيا. معنى كلمة شعب هو مجموعة اجتماعية تشارك اللغة والثقافة نفسهما. إذن هل نسافر إلى منطقة سكن شعب الماساي مباشرة؟ هذا علم كينيا. هناك عديد من القبائل في إفريقيا، منها شعب الماساي. يقال إنه أشجع شعب في إفريقيا، إن ملابسهم مميزة ومتنوعة جدا. هذه صورة أطفال هنا، إنهم محبوبون ولطيفون جدا. يبدو أن هذا الشعب يصنع إكسسوارات كثيرة رائعة مثل هذه، ويلبس سلاسل كثيرة كما يظهر في هذه الصورة. كما ترون في هذه الصورة هناك حلق وحلي على الرقبة أيضاً، إنهما بهيجان جداً، أليس كذلك؟ آخر صورة هي صورة والدين وطفلهما في حضنهما. واليوم يا أصدقائي سنرسم هذا المشهد معاً، هيا بنا. أولاً نرسم الأرض، وبعد ذلك نرسم البطلين في الأمام، ثم نرسم البيت في الخلفية. الآن انظروا فقط. نرسم شخصين في الأمام، ثم نرسم البيت والخلفية. الوجه، الرقبة، الجسم، الذراعان، اليدان، الرجلان، ووجه المرأة، الرقبة، الجسم،
الذراعان، اليدان والطفل في حضنها. هيا يا أعزائي، حاولوا أنتم أيضا الآن. هيا نرسم بالتفصيل.
نمسح الخطوط الخفيفة بشكل خفيف، ثم سنكمل الرسم. ارسموا الإكسسوارات التي تحبونها. يقال أن هذا البيت مصنوع من روث البقر. ارسموا شكل البيت وأنتم تتصورونه.
نرسم شقوقاً في جدار البيت، هيا نرسم السور أيضاً في الوراء. قد اكتمل كل شيء يا أعزائي. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ إن ملابس شعب الماساي ملونة وإكسسواراتهم بهيجة جداً. إذا حاولتم رسم الإكسسوارات بشكل أكثر تفصيلاً أكثر، سيكون ممتعاً جداً. ارسموا ملابس وإكسسوارات رائعة خاصة بكم. نعم، إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة. مع السلامة.